يا مساء الخير عليكم مشاهدين قناة اليمن اليوم، وخاصة متابعين برنامج بسباس عدني. حكاية جديدة وقصة جديدة من قصص الحوثي اللي بيصنعها ويفتعلها هذه الأيام. كل أسبوع بنتابع هذه القصص والضحايا الأبرياء اللي تم اعتقالهم من سنوات تحت مسمى التخابر مع أمريكا والعدوان. هم بالحقيقة بيقوموا بدور التمثيل وينفذوا كل ما كتب لهم، لكن تحت التهديد والضرب. هذه المرة كانت القصة لها خيال واسع، يعني وسعت منهم وفكرة أوسع عشان يعطي لنفسه الحق إنه يسجن أي تربوي أو معلم بيجي يطالب براتبه، وهنا بيخوفوهم بيبطلوا يطالبوا برواتبهم. المضحك إنه الحوثي يتهم مؤسسين المنهج التعليمي في اليمن بالخيانة. كلنا نعرف أنه مجموعة كبيرة من الدكاترة عملوا على كتابة المنهج المتنوع الذي يحتوي على كل متطلبات الحياة العملية والتعليمية داخل اليمن، وبما يتناسب مع قانون وكمان ثقافة البلاد نفسه. شاهدنا الأسبوع اللي راح الدكتور محمد حاتم المخلافي، أحد أبرز المفكرين والتربويين في اليمن والعالم، أجبروه الحوثيين على الاعتراف بتهم خيانة والتعامل مع التخابر أو المخابرات الأمريكية، طبعاً بعد تعذيب واضح ومنهج للدكتور المخلافي اللي هو أصلاً معروف بمساهماته الكبيرة في مجال التربية والمناهج التعليمية، ويعدنا الشخصيات الفكرية البارزة التي تحظى بتقدير واسع داخل اليمن وخارجه. بالرغم من هذا كله تعرض لعملية اعتقال وتعذيب، وكان واضح جدا التعذيب بالفيديو اللي ظهر فيه. وناشرين الفيديو تحت عنوان عريض وكاتبين فيه بوقع اعتراف خطير عشان يقبل لك الشجن ويخلوك تقول الله ايش فيه. بالله على مين بتضحكوا انتم؟ الهدف الأمريكي من تخريب التعليم العالي هو أن يظل مركزاً على الجوانب النظرية، بمعنى أنه لا يخرج كوادر تفيد المجتمع وتفيد في تنمية المجتمع، ولكن تظل يعني لديها معلومات نظرية ليست مرتبطة بالواقع، فهذا أحد أهدافهم، وكان هذا يعني واضح من خلال الدعم الذي يقدمونه، سواء كان ذلك من خلال تدريب معلمي المرحلة الثانوية بتخصيص جزء الجامعة صنعاء، وبعد ذلك عمم لبقية الجامعات فيما تصل كلية التربية، أو كان من خلال مشروع تطوير التعليم العالي والبرامج التي دعموها، سواء كانت الجديدة أو استراتيجية التعليم العالي التي لم تقدم فعلاً نوع من التحول الحقيقي في التعليم الجامعي إلى أن يكون تعليم مرتبط باحتياجات المجتمع ويلبي احتياجات المجتمع التنموية. هذا الدكتور بيمتلك شهادات وخبرات عالية، على يده تخرج العديد من الأطباء والمهندسين داخل اليمن. طيب عبد الملك الحوثي إيش يمتلك من شهادة عشان يتعامل مع مربي الأجيال بهذه الطريقة هو أو غيره؟ القيادات الحوثية إيش يمتلكوا من حاجة تخليهم يتعاملوا كده مع معلمين وتربويين ويعذبوهم عشان بس يقولوا اللي هم يشتوا؟ صدقوني، الحاجة الوحيدة اللي يمتلكها عبد الملك الحوثي وجماعته هو السلاح اللي ماشيين فيه بكل مكان يخوفوا خلق الله ويقتلوهم. ورغم هذا ظهر الدكتور المخلافي وهو مبتسم، لأنه عارف أن كل اللي بيقوله هو تحت تهديد السلاح، تحت التهديد والترهيب، متأكد أن الناس فاهمة كل اللي حاصل. طيب هنا السؤال اللي بيدخل نفسه غصب، فين الخيانة في الموضوع؟ قرآن كريم وندرسه، سيرة نبوية ويدرسوها داخل المدارس، دين، تاريخ، جغرافيا، كله موجود في المناهج الدراسية، فين المشكلة؟ طيب يا جماعة الخير في الموضوع، هل الخيانة أنه ندرس كيمياء ورياضيات وأحياء؟ يعني بالنسبة لكم هذه المواد تجسسية؟ صح، هذا اللي بالنسبة لكم، لكن ندرس الفكر الشيعي الطائفي اللي بيدعو إلى القتال، العنصرية بين البين، عادي جدا، صح؟ باختصار الموضوع اللي انتم تشو توصلوا انه هو انكم تشو توصلوا رسالة للمعلمين المطالبين برواتبهم اللي يشتري راتب مصيره السجن، وبنقول عليه جاسوس يدرس المنهج الامريكي. هي هذه الحكاية كلها، أهم شيء ش ش ش ولا نخص ولا اش تسمع لكم كلمة، اسكتوا يا جماعة، موتوا انتم ساكتين.
ليش تتكلموا وتشتوا رواتب؟ ولا ايش تسمع لكم كلمة؟ هذا اللي انتم شو توصلوا. طيب انا عندي هنا سؤال، من دمر التعليم؟ المخلافي وامريكا ولا انتم؟ حد يرد علينا. من حول المناهج الى تعظيم للحوثي وبيت بدر الدين؟ من حول المدارس الى مقرات عسكرية؟ من اللي لخبط لنا المنهج كله؟ من اللي يدخل المدارس وخلي الطلبة بالغصب يقولوا الصرخة؟ مئات الآلاف من الطلاب اليوم خارج المدارس، يا إما في الجبهات يا في المقابر يا مشردين في الشارع، عمالة أطفال. من الجاسوس اللي عمل على تدمير التعليم؟ ما فيش رد صح؟ ولا حد بيقدر يتكلم لأنه خايفين من اللي بيحصل لهم، لأنه الواقع باين للجميع. ولو تعملوا ألف قصة وقصة كلنا عارفين من اللي دمر التعليم. الوزير اعتبر هذه الخطوة هامة في تخطي التحريف الذي طال الكتاب المدرسي من ميليشيات الحوثي التي أدلجت المناهج وفق مبادئها وأهدافها. وما يؤكد ذلك إعلان يحيى بدر الدين الحوثي الشقيق الأكبر لزعيم الميليشيا المعين وزيرا للتعليم في حكومة الإنقلابيين، حيث اعتبر المناهج الدراسية ضالة ولا تحتوي على مناقب آل البيت وفق تعبيره. الحوثي بيعتبر المناهج التعليمية كفر وتضليل لأنها ما تحتويش على تطبيل وتمجيد لأسرة بيت بدر الدين. وخلاف المؤتمر الشعبي العام مع ميليشيات الحوثي في عام 2017 هو أن الحوثي يشتي غير المنهج وعمل على إدخال رموز وأسماء لجماعة الحوثي كأبطال وثوريين، وعمل على طمس الهوية اليمنية ورموزها الموجودين في الكتاب المدرسي بذاك الوقت. الحوثي اعتقل الدكتور المخلافي وأوكل المهمة لعبد الجليل، واحد طبعا بتشوفوه بعد قليل بالفيديو هو في كربلاء. هذا هو اللي بيكتب المنهج التعليمي الجديد بهذه الخزعبلات اللي هم يشتوها الميليشيات الحوثية، واللي يشتوا يعلموها لطلابنا في المدارس، يعلموهم كيف يمجدوا وكيف تكون الطاعة العمياء فقط لهذه الميليشيات. مشتوناش نحن نتعلم ولا نعرف شيء عن العالم الخارجي والتطور العملي والعلمي. بالله هبولنا كده عمنا الحق في كربلاء، وركزوا انه ده الشخص هو المسؤول على المناهج التعليمية حاليا في اليمن. السلام عليك يا حبيب ابن مظاهر، السلام عليك يا حبيب مظاهر، السلام عليك يا حاجب امير المؤمنين، السلام عليك يا حاجب الحسين. اذا انا اقول لهم عبد الجليل ناصر العبادي مش مكني بعد ما شفت ما رايته. ايوه الحاج عبد الجليل ابو المعتمد ابو المؤيد سجلني بالكشف، مش رجعت مكني من اصحاب صنعاء ما شفت ما رايته. أحلى شيء قال هو عن مش عارفة كان جالس تلك الساعة يملس يضرب باليس مدريش، أهم شيء قال لا تمكنني ما شفته ما ريته. سجلني بالكشفة مش تمشينا غياب. واللي زعلني بالفيديو إنه عبد الجليل من إب وراح لما كربلاء عشان يسجلوه بالكشف، لأنه عارف إنهم بينكروا بأول طلعة على قولتهم. طبعاً هذه الفترة أي واحد يشتي يرضي الحوثي يروح يحق إلى كربلاء، وهذه الأيام تحولت صنعاء إلى كربلاء مصغرة. الملفت في الموضوع إنه كل الخدمات خلال هذا الشهر أتوفرت، الإضاءة لاصية في كل مكان، ميدان السبعين كده مولع وما شاء الله أخضر عيني عليهم باردة. وأحيي أصدقاء البرنامج اللي رسلوا لنا فيديو خاص بسباس عدني بيتسألوا ليش الخدمات متوفرة هذه الأيام وبعد يوم فقط من مولد النبي بتختفي هذا كله. خلونا بالله نشوف الرجال هو يمشي ويصور ميدان السبعين ويتكلم والحسرة بنبرة صوته. هذا الفيديو لبسباس عدني، هيا شوفوا كيف صنعاء مولع، كلها مولع خضراء، يعني الحوثي قادر يولع صنعاء كلها. اسمعنا ايش داري ليش في الايام الثانيه ما يولعناش كهرباء، ما بالايام مثل المولد النبوي كل اسم اخضر اخضر وفلوس وامور طيبه والفلوس تخرج مليارات.
لكن كمل المولد النبوي صنع قابة حفر قال حالتنا حالة الله يعين بس حلل يابس بس حلل حلل لنا يابس بس حلل يحلل ما كيف سمع وعادك وعادك اصبر هذا الآن بعد أسبوع قرب المولد ولع الجبال السيارات الطرق البيوت البيت مولع بلمع أخضر من خارج وداخل بالشمع طار يضرني البيت مولع وداخل البيت ولا ريال متعشون زبادي ان شاء الله هذه شوفنا من طالع قبل ما شاء الله فلوس والحفر اللي الرطبه الفيديو هذا بيأكد ان الحوثي قادر على توفير الكهرباء والماء والراتب لأنه صرف نصف راتب ويصرف صرفة يوميا للمشرفين تصل إلى أكثر من 10,000 يوميا ريال يماني طبعا للاستعداد للمولد النبوي. طيب إيش المانع أنه باقي الأيام يخلوا الكهرباء لاصية يخلوا الناس تعيش؟ ليش يتعمد بكل مرة أنه يقوم بتجويع الناس؟ صديق البرنامج قال متغدي زبادي والبيت والع واصل حتى البنك المركزي لاصي وقال يا لطيف وداخله ولا حتى في ريال في صورة مخبين لها سنتين يعني من عام 2022 بالله كده يطلعوها هنا جنبي. شوفوا وضع حجر الأساس في العام الماضي لبناء مستشفى النبي الأكرم والميزانية كانت هذاك الوقت كبيرة جدا. طيب أنا هنا عندي سؤال، أنا آسفة تقلت عليكم بالأسئلة اليوم، فين المستشفى؟ فين قد وصلتم؟ أتحداهم إنهم عملوا حجر واحد غير حجر الأساس اللي شفناه في الصورة، بس جالسين يكذبوه باسم النبي حتى بمشاريعهم الوهمية كله ترويج إعلامي وبس. محمد علي الحوثي بيسأل نفسه إذا كان الرسول عايش معانا هذه الأيام إيش كان بيفعل؟ هل كان بيقبل مش عارفة إيش؟ يقابل ترامب؟ بالله نسمع الفيديو هذا ونسمع الكلام حق محمد علي الحوثي لأنه هنا لازم كلنا نرد عليه ومش لوحدي. نسمع الفيديو ونرجع نعلق. أنا بقول لكم مثلا لو سألنا أنفسنا لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عايش هل كان سيقبل أن يلتقي بترامب وأن يعطي أموال المسلمين لترامب؟ هذا ما حصل من قبل السعوديين وقم هذه سميت بالإسلامية الأمريكية. لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عائش هل هو يقبل على أنه يكون يعني تحت قيادة أمريكا وتحركه أمريكا في اتجاهاتها؟ حاب أقول لك يا محمد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود هل كان بيرضى أنكم تنهبوا الناس وتولع إضاءة بس باسمه؟ إذا كان النبي الآن موجود كان بيسمح لكم تحتفلوا بعيد ميلاده وآلاف الأطفال تموت جوع؟ إذا كان النبي موجود على قولتك كان بيسمح للحوثي يقتل الناس باسمه ويكفرون الناس ويدخلون الناس بالجنة باسمه بمفتاح؟ اللي معه مفتاح يدخل الجنة واللي مش معه مفتاح ما يدخلش؟ جاوبني يا حوثي، هل النبي إذا كان موجود هل كان بيسمح بالعنصرية اللي أنتم الآن تعملوها؟ بالنساء اللي دخلت سجونكم؟ بالأطفال تودوهم الجبهة ترجعوهم جثث؟ هل النبي إذا كان موجود بيسمح أنكم تعتقلوا أي واحد يطلع ويقول اشتراتب؟ لازم نقول الحوثي هنا شكرا لكم، علمتم اليمنيين كيف يحتفلوا بالنبي بالخرقة الخضراء وتعليق الزينة وترنيق السيارات ونهب الناس، الله عليكم. بصراحة بدونكم ما كانوش اليمنيين عارفين كيف يحتفلوا بالنبي، والتعامل مع الشعب اليمني إنه جاهل شيء معيب، ولابد إن نعمل كإعلام وآباء وأمهات على توعية أولادنا إنه هذه خرافات ولا صحة لها في الدين الإسلامي وإنه كله كذب باسم الله والنبي. مزارعين العنب
يجلسوا السنة وهم منتظرين المحصول عشان يسترزقوا، والمشرفين كمان ينتظروا المحصول حقهم عشان يسرقوه تحت مسمى المولد النبوي. وعلى فكرة جبهات قتال ما عاد فيش، فكيف يضحكوا عليكم انها بالجبهات؟ قبلوا اي واحد حوتي في الجبهات وقولوا لهم هاي يوصل لكم العنب، يقول لكم لا والله نحن مخزنين راقدين. قافلة من الأعناب تسيرها قبائل سعوان بمديرية بني حشيش رفدا للجبهات بمناسبة المولد النبوي الشريف. قافلة هي 11 التي تسيرها بني حشيش خلال هذا الموسم، بلغت قوامها 400 سلة من العنب. نقدم القافلة 11 بمناسبة مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعد أن نقدم المزيد والمزيد، وإن احنا شعب عريق والنصر قريب قريب قريب. الأخوة المزارعين فين عقولكم بالله؟ محصولكم يروح لمشرفين الحوثي، والله لا للنبي لو دخل ولا العنب أصلا يوصل للجبهات للمقاتلين على قولتكم. لا تخلوش الحوثي والمشرفين حقهم يزيدوا عليكم عشان يطلع يتصور ويقول لكم قافلة باسم النبي وشتي يتجمل باسمكم وإنه حب في النبي. هي أتحداكم، أنا أتحداكم هنا من هذا البرنامج أقول لكم تعملوا قافلة عنب باسم النبي للمحويت، لحقة، لريمة، للمضررين من السيول. هيا فين المشايخ يطلعوا بالفيديو؟ ورونا، يلا ورونا أنكم فعليا تحبوا النبي. روحوا اعملوا خير للناس اللي مضررة من السيول، مش لاقية لقمة تأكلها ولا لاقية سقف يحميها. وبجيب لكم طبعا قصة واقعية سمعتها من الشخص نفسه. قبل سنة كذا كان في جزار راح للمراوعة شل عدد من التيوس والأغنام، وصل إلى المديرية اللي بيبيع فيها طبعا، والسيارة حقه كانت محملة بعدد من الكباش والتيوس. أقاله واحد مشرف حوثي في المديرية، قال له إيش رأيك نعطي لك كذا 100,000 ريال وما بتخسرش ولا غنمة ولا تيس، تنزل معانا لصنعاء نتصور وينتهي الاحتفال بالمولد وتروح وانت مش خسران شي وعادوا معك 100,000. الجزار هنا عجبته الفكرة، قال والله حلو 100,000 فرصة. المهم نزلوا النوع، عملوا له كذا لافتة كتبوا عليها قافلة النبي الأعظم مقدمة من أبناء ريمة. وصلوا إلى صنعاء، تم التصوير، وصل بالسيارة إلى موقف التبرعات وانتهى الاحتفال. أقل جزار فرحان مرستني، طيب 100,000 خلاص خرقوا لي سيارتي، ايش تخرق؟ خرقوا له مشرفين صنعاء، أين عتسير يا خبير؟ هذه قافلة النبي، هذه قافلة النبي. نزلوا التيوس والأغنام وقيمتهم 2,000,000 ورجع الجزار من حيث أتى، ولا 100,000 ولا غنم ولا كباش، عادوا الحمد لله رجعوا له السيارة، ولحد الآن ولا رجعوا له حقه ولا شيء. وهذه قصص كثير تحصل باسم النبي اللي جالس يسرقوا باسمه. الجماعة دي لا ترحم الناس الطبيعية ولا ترحم حد، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة ما رحمتهمش، ويقوموا بتجاهل معاناتهم والنهب بأسمائهم حتى مخصصاتهم بيسرقوها. خرجوا نظموا وقفة احتجاجية في صنعاء، أصحاب طبعا ذوي الاحتياجات الخاصة يطالبوا باعتماد الموازنات التشغيلية للمدارس والجمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتحمل إدارة صندوق اللي هو تابعهم طبعا مسؤولية توقفهم عن التعليم. طبعا لو نتكلم كنت احتاج، والله كنت محتاجة بهذه الحلقة حد يفهم لغة الإشارة يطلع عشان يفهمهم ويشرح لهم إنه الحوثي مشغول بترنيق الشوارع وتركيب الزينة، وإنه الحوثي ما يشتيش حد يتعلم، يعني ما يشتيش الناس في المدارس يتعلموا، بيجي يعلمكم انتم. بالله خلونا نشوف هذه الوقفة نرجع نتكلم. Thank you.
طبعا هذه الأيام المقابلات التلفزيونية في إعلام الحوثي زادت طالبين الله حريقة، وزادت المصالح حقهم أكيد، ومركزين كثير هذه الفترة على من كانوا بالمؤتمر الشعبي العام، ويطلعوا ويتكلموا طبعا مثل العبيد أمام الحوثي. معنا حسين حازب، أعتقد قلت اسمه صح، أهم شيء شالوا عليها الوزارة اللي كان مسكين زي ما قال يزعق السيد بهموم الشعب، والسيد يا جماعة مش فاضي مشغول يجمع رواتب الناس، وعبد الملك ما نمش الليل وهو يهم المنجزات اللي حققه ونقل اليمن إلى دول تنافس الخليج. ما شفتمش النافورة حقا؟ أنا معنا نافورة راقصة زي دبي، أهم شيء نافسهم في البناء والتطوير، فما كانش حابب انه يزعقه، حرام يا جماعة. حسين حازب مسكين لما نتكلم بهذاك الوقت لما كان يزعق عبد الملك الحوثي وراحوا شالوه على الوزارة، كان يحسب نفسه ايام المؤتمر الشعبي العام لما يطلع يتكلم ويقول عادي لما يكون في حاجة غلط، فشالوه على الوزارة. طلع يبرر انه انا والله استاهل انه شالوه على الوزارة، انا كنت اتعب عبد الملك الحوثي، هو مش فاضي لي، مش فاضي ازعقه. نسمع حسين ونرجع. اكبر حاجه مزريه كانت فيها بان احنا كنا نحمل السيد القائد حفظه الله مشاكلنا، يعني بمعنى ما كناش بعضنا ما كانش على مستوى المسؤوليه انه يعالج قضيته بنفسه، ما عادش يوصلها للسيد ولا للمستويات الكبيره، وهذا وضع مزري حقيقي، لانه انا اذا لم اكن قادر على اني اعالج مشكلتي مع هذا الطرف الذي يوازيني ومع هذا الطرف الذي يعلو مني تمام، معناته انني بين اجيب المشكله لا عنده، وهو فيما هو اهم مهتم. هذا يعتبر من من من, من مؤشرات اذا جاز القول ان الوضع مزري. لكن وضع مزري فعلا، التعليم تحول الى سوق سوداء، بيع الشهادات صرفها للجهال في الجبهات، هو هذا الوضع المزري يا حازب، انك وزير وماسك منصب ومش عارف تدير مكتبك. انت عارف ولا نذكرك؟ اكيد مش عارف، خلينا نذكرك يلا. من 2017 كيف تعامل معك الحوثي في عهد المؤتمر؟ وقتها المؤتمر هدد بفك الشراكة عشانك، والان زعلان انك زعقت السيد. عيب عيب والله، عيب انه في قيادات مؤتمرية وغير مؤتمرية تطلع تتكلم كذا. اتمنى منها انها تبقى صامتة. هش اسكتوا، مش قادرين تقولوا كلمة حق، هش اسكتوا عشان الشعب ده، اسكتوا الشعب مش ناقص تطلع تتكلم لي ده الكلام، وخاصة القيادات اللي كانت تاريخها مليح في الماضي والكل يذكرها بكل خير. ما فيش داعي انك تختم عمرك بمقابلة تلفزيونية وكلام فاضي عشان ترضي اي طرف. انا هنا اشتي اوجه كلام للاستاذ عبد القندي وبصفة شخصية، يا ليت توصل لك رسالتي، انت هامة اعلامية، نظرة اليمنيين لك شخصية سياسية كبيرة، لا تخليش محمد العماد وقناة الهوية يلعبوا فيك زي اللعبة، وكل ما يشتوا يسبوا حد يقول لك الو ها قندي فاضي تعال ويتصلوا لك، عيب. تابعت لك اللقاء الأخير اللي جمعك مع محمد العماد وتحسرت عليك أنت وغيرك من القيادات، بغض النظر طبعا عن اللي جاء في المقابلة، بس انتقلت انك قدمت نصائح لرئيس المؤتمر ونقله حسب كلامك. طيب دامك انك حبوب طلع تنصح، انصح عبد الملك الحوثي، قل له الوضع خارب، الناس تموت من الجوع، اطلع قل له الناس بلا رواتب، الناس بلا كهرباء، الناس يسرقوها بكل دكة وبكل قولة، الحرب باليمن لا 9 سنين ما خلصتش، انصحهم. طيب من باب النصيحة يا قندي، أبشركم تان تان تان، حاكم اليمن الفعلي وصل إلى صنعاء. طيب كيف وصل؟ هذا سؤال عادي. طيب ليش وصل على تشكيل حكومة حوثية جديدة؟ ها ليش؟ كمان هذا السؤال مقدور عليه ونقدر نجاوبه. تعالوا كده أقول لكم على الكبيرة ونعرف كيف يعمل الحوثي على إرضاء إيران وتحويل اليمن إلى تابعة لها. تعالوا كده نشوف استقبال السفير الإيراني، والله العظيم هذا مش استقبال سفير، هذا رئيس. خرقتم كل البروتوكولات الدولية والعربية والمحلية وكل حاجة، لكدتم والدي بالأرض. أني ما قد شفت استقبال لسفير بالعالم كله مثل ما عمل الحوثي في استقبال السفير الإيراني.
ايش ده؟ لا لازم تشوفوا الفيديو بعدين نرجع نوصفه. السلامين الوطنيين، سلام سلام. سجاد أحمر وموسيقى تعزوفة لتشيد للدولتين. الله 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 الله، إيش ده؟ هذا رئيس دولة أنتم متأكدين؟ بس هنا حلو عشان يفهموا اللي في صنعاء وغير صنعاء إنه الحاكم الجديد وصل، وإن شاء الله إن شاء الله يعود كما عاد اللي قبله داخل صندوق، لأنه هذه اليمن مقبرة الفرس، بس هم مش قادرين يستوعبوا. نسيبنا من صنعاء والسفير اللي بيحكم الآن، نجي لعدن العاصمة المحررة عدن، والنكبات شكلها متواصلة. تكلمنا في حلقة سابقة لو تذكروا أنه أول يوم كان تدشين الطاقة الشمسية في عدن، إيش فرحنا وزغرطنا وقلنا بداية خير يا رب. وقلتني أذكر اللي نزلوا تصوروا يوم الافتتاح احفظوهم، احفظوا صورهم لأنه مش بالأخير يتعطل حاجة ولا تسترق حاجة وما عاد نشوف لكمش صورة. الصحفي فتحي بالأزرق راح وزار المحطة وسجل لنا فيديو وشرح لكم كم عدد الطلقات النارية اللي أصيبت أو أصابت اللوح، الألواح، يا ريت لوح، ألواح شمسية. خلونا بلا نسمع هذا التعليق ونرجع. أنا فتحي بالأزرق وجيت اليوم للمحطة بدعوة من إدارة المحطة. طبعاً أنا مش جاي أقول لكم أي ترويج أو غير ترويج، لكن في مشكلة مجتمعية أعتقد أنها أعتقد أن إحنا بحاجة أن نقف عليها. المحطة والناس في عدن عارفين حجم التغير فيما يخص إنتاج الكهرباء خلال الأشهر الماضية منذ تشغيل المحطة، لكن للأسف شديد المحطة واجهت مشكلة غريبة عجيبة، وهذه المشكلة أن هناك رصاص راجع يسقط في المحطة خلال الأيام أو سقط خلال الأيام الماضية الأسابيع الماضية، أتلف أكثر من 170 100 وكم؟ 198 100 وكم؟ 98 198 لوح من هذه الألواح. لا تعالوا لي تعالوا لي، لما فعلوا الألواح الشمسية كنا نقول يا الله بتجي عاصفة بتشلهم، قالوا غرسناهم لا مدريش كم، لا تخافوش. يا الله يجي وحدي مدري ايش، قالوا اخر حاجه تخربوهم بطلقات ناريه رصاص. ايش ايش شفتوا انتم؟ ايش شفتوا من عدن؟ والله عندي ايش شفتوا من فلقت هذه الطلقات الناريه؟ احد فتح ملف وحقق؟ هذا مشروع خدمي يستفيد منه الجميع، يعني ما فيش داعي ان احنا نطنش هنا. الموضوع بيتطور حبة حبة لما يخرج عن السيطرة كلها، وانه رجعت وانه عدن ترجع زي ما كانت بلا كهرباء. من المستفيد من تعطيلها؟ من تقولش تقولوا لي عشوائي ولا شيء، لا لا لا، من المستفيد من تعطيلها؟ بالله ما حد يقول لي الاخوان، خلاص يعني والله خلاص. شوفوا من المستفيد من خروج المنظومة الكهربائية؟ من المستفيد يخلي عدن مكانها في دوامة الأزمات ويخليهم يلقوا الحاجات فيها فلوس. من المستفيد انهم يتوفر لهمش الخدمات الأساسية وهي محافظة محررة وعاصمة تعتبر حاليا. من المستفيد من هذا العبث كله؟ اشتحت بس يرد عليا ابن عدن، يا ليت وعاد الموضوع بالبداية، اتحركوا شوفوا ايش السبب قبل ما نخسر المشروع ونجلس بعدين ندعي عليكم ونولول، ولما قلت كلام تقعد تقولوا ما ادريش ايش خط احمر. شوفوا من المتسبب بهذا كله.
تعيش اليمن هذه الأيام أفضل الشهور بالنسبة لها هو شهر سبتمبر، واللي لفت نظري دي المرة هو احتفال الناس من بدري باليوم هذا في مواقع التواصل الاجتماعي وتعظيم هذا اليوم وكل من شارك بهذا اليوم أو شارك بهذه الثورة. علموا أولادكم بأنه علي عبد المغني والزبيري مش مجرد أسماء شارعين في صنعاء، وأن الهندوانة مش مجرد كمان اسم سوق، وإنما هم أسماء ثوار، هم أبطال ثورة 26 سبتمبر المجيدة. علموهم أيضا أنه 26 سبتمبر مش مجرد اسم جريدة يومية تكتب فيها الأخبار فقط، ولكنها ثورة قضت على الظلم والاستبداد والاستعباد الكهنوتي. اليوم كم نحن بحاجة فعلا لمثل هذا اليوم، لمثل هذه الثورة ولمثل هؤلاء الثوار. من كثر الحماس وأني أشوف مدرسة حليمة في تعز والأغاني الجميلة الثورية، عشان كذا حبيت اليوم أختم الحلقة بشكل مختلف، بختمها معاكم بأغنية سبتمبر يا دمت يا سبتمبر التحرير يا رمز النضال، وأقول لكم سلام وأخليكم مع الأغنية. You're